نزلنا اليوم على الطريق بالكورة لحتى نشوف كيف عم يتعاملوا أهالي الكورة مع الأزمة اللي عم يواجهها كل الشعب اللبناني، واللي هي أزمة الكهرباء وتأنين أصحاب الاشتراكات بكهرباء المولدات. هنروح ونشوف بعض المؤسسات والمحلات كيف عم يتعاملوا مع هذا الموضوع حتى يضلهم عم بيلبوا زبوناتهم ويحاولوا شوي يقدوا حالهم بهذا الوضع الاقتصادي الصعب. مثل أي شخص بدك تكل على نفسك، بدك تكون أنت متحمل هيدي المسؤولية. اضطرينا أنه نشتري موتور، اشترينا الموتور، بدنا نعمل المازوت، وهيدي المشكلة من مشكلة لمشكلة. موظفيني عندي 17 موظف، بدك تعمل بنزين، يعني بيقول لك أنا ما فيني أعبي بنزين، يعني بدك تحمل مسؤولية، عم تكبر المسؤولية عليك. الوضع مؤسف ومؤذي للآخر. ما عندنا كهرباء، اشتراك عم بأنينو، مازوت ما فيه، زبون ما بقلب يكتر لحم، نحن من اللي قلب نذبح ونكتر بقى، والله يساعد الشعب، بدك تعطي لهم البنزين، بدك تعطي لهم المازوت، بدك تعطي لهم الأدوية، وشيء مؤسف على الآخر، يعني بدا حل جذري بأسرع وقت، لأن العالم ما حد في حيكمل اللي هي. هل تعرضت شيء لا سمح الله لتلف بضاعة؟ حديثة لا، أنا عندي مولدي الخاص، بس ما عم نتعذب تلاقي مادة المازوت، ونحن بتمنى الدولة اللبنانية أنه لا مازوت قطعوا الكهرباء ما فرقاني معنا، بس أمنوا للمازوت اللي عندنا اشتراك، لأنه عندي مولد لإلي، بتمنى رسالة توصل المعنيين بهالدولة والقيمين أنه هيك ما حدا في يكمل، والانتخابات الشعب حيحاسب هالمرة. أنا صاحب فريش ماركت بأميون. هلأ بالنسبة للكهرباء صارت عنا تأنين كتير قوي، وخصوصي هلأ بهاليومين الأخيرين، يعني لدرجة أنه أنا براد البوزة نقلته على البيت، عنا شوي أرحم بالبيت، عرفت كيف بقى، وما بينفتح كتير. بالنسبة لبضاعة البراد وهيك عم نحط يعني بالتي كانت هي، لأنه كمان التبديل صار قليل عندهم، مننزل كميات قليلة، إذا ما راحت كمان نخدها على البيت، يعني وضع تعتير. وبالنهاية مثل هالناس، والله يقدم اللي فيه الخير. واجهت شيء؟ صار عندك شيء بضاعة ضربت؟ صار عندك شيء هالقصص ولا لحقت حالك ولا شو تصرفت؟ حبيبي أكيد نتفة شوي البوزة وشوي نتفة البضاعة مثل تشيكن كريسبي الناجتس هيك شوي شوي على الخفيف، بس حاولنا قد ما فينا يعني نعطي هيدا ناخد على البيت نمشي الحال، وخففنا الفريزرات، صاروا كلهم بفرد فريزر، وعم نحط فيهم تلج مشان تيحميهم نتفة صغيرة، لأنه الكهرباء صارت تعتير وما حدا بيعطيك دوام معين، يعني كله تجي الكهرباء يوم تنقطع 5 ساعات بتجي ساعة، يعني ما في دوام معين للكهرباء تنعرف شو الوضع. بالنهاية نحن بنتمنى من الدولة اللبنانية اللامبالية لوجع الناس انها تحس شوي بالمواطن اللبناني وتساعده انه يطلع من هالزلة اللي عم بيعيشه كل يوم على الطرقات كرمال يأمن ابسط مقومات الحياة. علي العلي، كورا برس.